لو الالسر بقى not due to H. pylori فبس بركز على الانتي سكريتوري دراجز، هديله H2 انتاجونست او PPI 4 اسابيع او 8 اسابيع حسب يا ديوجنال ولا جاستريك. طبعا لازم استمر على التريتمنت بعد ما السيمتومز تروح عشان امنع الريلابس. لازم ادي مينتنس ثيرابي فور 6 مانثس، فالعيان بياخد المينتنس دوز دي بتبقى نص الدوز ات بيت تايم لمدة 6 شهور، يا اما تكون H2 بلوكر او PPI. هدي نص الجرعة بالظبط، الرانتيدين بدل 300 150، نيزاريتين بدل 300 150، فاموتيدين بدل 40 20، البي بي اي برضو بدل 40 20، وبتتاخد نص ساعة قبل البريكفاست. طبعا لو الالسر عملت كومبليكيشن وحصل هيمورج بنصح العيان ببيد ريست، طبعا يدخل المستشفى ويبقى فيه بيد ريست، فيه فريش بلاد ترانسفيوجن، وياخد اكسجين، ويتعمل له جاستريك لافاج غسيل المعدة بايس وكولد سالين، ولحد ما الحالة تستقر بعد 48 ساعة نكمل له على الاكتيف تريتمنت عادي اللي كان بياخده في الوقت العادي. السيرجيكال تريتمنت ده بينصح بيه للناس اللي عندهم سيفير كومبليكيشن زي هيموريج او بيرفوريشن او جاستريك اوبستراكشن، بتبقى في 3 انواع: فاجوتومي، انتريكتومي، وبايلوروبلاستي. الفاجوتومي ده بيتعمل مع الاثنين التانيين، يعني ما بيتعملش لوحده، عبارة عن ان انا ببقى اقطع الفيجاس نيرف، كاتنج الفيجاس نيرف عشان اعمل انتربشن للمسج اللي بتوصل اللي بتعمل السيميليشن للاسيد برودكشن. بس طبعا هو مش كفاية لوحده، لان ده مش not the only pathway، فبيتعامل مع الانتريكتومي ومع البايلوروبلاستي. الانتريكتومي بقى اللي هي انا بروح على الانتروم اللي هو اللور بارت من الاستومك واعمل ريموفال، فطبعا ده الجزء ده هو اللي بيطلع الدايجستيف جوسز، بيتعامل زي ما قلنا مع الفاجوتومي. البايلوروبلاستي بقى دي عبارة عن ان انا بوسع الاوبننج اللي داخل على الديورنم اللي هو البايلورس، فبعمل فري، خلي الكونتنت بتاع الاستومك تروح فريلي من الاستومك للانتستين. المفروض يبقى عندي بروفيلاكتيك ثيرابي لسبيشال بيشنتس، الناس اللي هما بياخدوا نون ستيرويد الانتي انفلاماتوري دراجز لمده، مثلا عندهم مشاكل في العظام، او الالدري اللي هما الاكتر من 60 سنه، او لقوا بالهيستولوجيكال اكزامينيشن ان في كومبليكيشن معينه للالسر، او في جي اي بليدنج، او الناس اللي ماشيين على انتي كواجولانت زي لو دوز من الاسبرين او بياخدوا ستيرويدز. كل دول لازم اديهم بروفيلاكتيك ثيرابي اللي هو عباره عن يا اما ميزوبريستول يا اما بي بي اي. الجرعه بتاعته بتبقى من 100 ل 200 ميلي جرام 4 تايمز، او الاوميبرازول بمشيه على lower dose اللي هي 20 ميلي جرام every day.